عينيا يا معلمه. اجري بسرعه. اجيب طعمين كمان. خليهم اربعه مش واحد. هوا عندك اربعه حلواني. والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه؟ هي ابني انها بتطلع في الصور زباله يعني. يا رب تصدق بس. ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. انا دي حصلت كتير قوي. مش ايه يا خالو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده ما خدتش كبده. أربع كلمات. تاني واحدة. تالت واحدة. تالت واحدة. في يوم ألف ولام؟ في. إن. من. في حاجة اسمها إن. إيه يا عم؟ آه معلش مش هتكلم مش هتكلم. ماشي. ست. موزة. ليلة القبض على خالتي. تاني خالتك؟ أيوه يا بابا. أنا في ميتنج دلوقتي يا بابا. نص نص لسه هجوز. إيه؟ أروح أعزف كل الشغالة. يعني بيتخانقوا. في السن بالله وين يا بابا؟ كيف ده هتخلص زوجتك؟ هو ده الكلام. قصدك إيه؟ حاضر يا بابا. وأنت بتضحك على إيه؟ على فكرة احنا لسه فيها. انت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. ايه يا جماعة الله على طول كده ده فيلم يعني هتخانقوا عشان فيلم. هاي جايز واتس اب عرفكوا يا جماعة. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفى القمر؟ طبعا حسن ده ما ورايش سيرة غير حسن. جه حسن ازيك يا حسن؟ حسن حسن ايه ميكز يومين مدحت. مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ This is مدحت بتاع تويتر. انت مش قلتي لي انك فاضيه؟ يس هاني يا حسن ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده يا ميكس. انت ما قلتليش اعمل ايه؟ حرام عليك بقى. مش تظبطي معايا قبل ما تجيبي مدحت ويت. مدب 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 اخرس اخرس بقى. لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عايز اذنكم. مجدي عندي ليك مفاجأة فظيعة. أنا جاية مصر. بتهزري؟ والله جاية كمان يومين ولازم أنت تبقى أول حاجة أشوفها لما أجي. أول حاجة أول حاجة مش تاني حاجة أو تالت حاجة؟ أيوة طبعاً أول حاجة. يانا يانا يا تعبني يانا يانا تعبني يا ما اللي بيسيب الباب كده. يا مجدي ايه ده؟ خالي مجدي ما تظلمنيش يا خالي ولابس كرسي. اصل يا خالو النهارده انا لابس كرسي علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل يا خالو النهارده دينا جايه من السفر فانت كنت عايز يعني ابان. انت فاهم بقى يا خالي الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك عشان مضمونك. مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. بس خلاص 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 عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكره انت لا ناقص ايد ولا رجل ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقره كتير تخان امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقول لك ايه تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده بس والله يا خالو عارف انا حاسس في امل حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر. تمحيك قوي يعني. طيب عين فيها كده. انت حبيتها ولا قوي يا خالو؟ اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خالو في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر يا مدام كوثر انا متعكنن انا متحصر جاي بعزي بنتك سامية يا احسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر حتى المج بتاعك اتكسر
يا مدام كوثر يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطياره، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطقش لنا 20 بيضه كده. لا 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 انا بقولك متاخر مش هينفع يا خالو. عموما انا هطقش 20 بيضه. ماشي ماشي انا امشي. اومليت ولا عيون؟ لا هعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى مطار بعيد برضو. ابو نواف اجي؟ اجي؟ ابو نواف مين؟ جاي من دبي. انت مستنيه حد جاي من دبي يعني؟ عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ معرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا، تلاقيش. مجدي! يا رب انا قلت مكعبله بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي ازيك؟ تمام الحمد لله كويس، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخده خاوي بالشكل ده. بصراحة ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعة كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتأخرت. وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي 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 تعالي هنا. ها اوزع انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي ها اكتب حاجه بس. هاي امال مجدي فين؟ دينا صح؟ دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا لا بعد الشر، هو كويس كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ جات له حاجه على غفله فسافر على فجأة. على فجأة. يوه ايه اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي، انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي هكلم مجدي بقى عشان افهم في ايه دلوقتي. هكلمه دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه لا 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 ثانيه ثانيه ثانيه، اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه انا هتكلم. انا مالي؟ طيب ثانيه واحده روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجي؟ ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوزك. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه، اخر نداء لطياره الدوحه. ها ها لا مفيش، هو يعني طياره الدوحه يوم يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها اخر نداء لطياره الدوحه. ها يا دينا ها كنت تقول يا عم هو طالع الدوحه يا عم. انا مش عارف اقوم هنا. ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي سلام يا اخي. دوحه؟ وانا لو يعني هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه. الدوحه انا اسف جدا اتاخرت بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهم. كلمتي مجدي؟ كلمته. رد عليكي؟ رد طبعا، قال لي استنيني استنيني لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره عايزه انام هموت. دوحة. ايوه دينا جايه. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس. صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي يا ستي. ولا يهمك هتكفي بس اظبط. ليه بس اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا طقم كاسات طقم جيلي بتاعها؟ بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعال ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفة انا بقول لك ايه. والله هيكفوا بس اصبر بس. طب هقول لك حاجة. ها اديني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا ستي. وده مستحيل يحصل، لو لقيتي الشنط ما كفتش ها يبقى خدي تاكسي، مستحيل يحصل.
فرصة بس. ألو؟ أيوة يا مين؟ دينا إيه الأخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، أنا في التاكسي وطلع على بيت عمتي. بقولك إيه يا ميجو، إيه الهلهطة اللي أنت بعتولي ده؟ هلهطة؟ ليه ليه؟ ليه بتقولي كده؟ أنت مش فاهم، ده مسخرة. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي مالية العربية شكله طفل؟ ده يعني كذات الراجل إن هو بيخدمك تقومي تقولي عليه هلهطة؟ وأنت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموله علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. أنا آسفة قوي والله، ما قصدتش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا، أنا ما قصدتش حاجة والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي علشان أنا بس بخلص الحاجات في المطار وكده وإجراءات. باي باي. مجدي ألو؟ ألو؟ كمان كيوت؟